عليكم البنات، وحشتكم بزاف بزاف. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بألف خير، وشكرا لكم دائما على تعاليقكم، كنقراها دائما وكنفرح بيها وكنحاول نجاوب اللي قدرت عليه. كنت قلت لكم عندي رحيل، هذا الشيء ديال الرحيل عندي شتو مطول، وقعنا دي زامبيشمون اللي غيخليونا مازال واحد 15 يوم اخرى باقي، عاد غادي نقدر يعني نقاد اموري ونرتاح. فقلت اجي نهرس لهاد المده هادي وجي نقلب ونشوف شنو نقدر ندير. اقل حاجه ممكنه كاينه في الدار، قلبت داك الكونجيلاتور لقيت واحد الطريف ديال اللحم صغيور صغيور صغيور، ميم با 100 غرام ولا 150 غرام. لقيت واحد شويه ديال العجين مورق، لانني كنصايبو كنخليه في الكونجيلاتور. لقيت واحد شويه وقلت اجي نصايب به شي حاجه، صايبت لكم به هذه الفطيره. اللهم هكا ولا والو، قلت نتفكركم بشي حاجه بسيطه ودوز نشوفوا المقادير. اذا بالنسبه لهذه الفطيره غادي نشوفوا المقادير مباشره مع الطريقه. غادي ناخذ واحد جوج فصيصات ديال الثوم ونديرهم في زويته بلديه، وغادي نخليهم يطلقوا شويه في ديك الزويته بلديه. غادي نجيب واحد البصيله مقطعه طريفات صغار، معاها شويه ديال الربيع، قزبر ومعدنوس، ومعاه واحد طريف ديال اللحم كما قلت لكم، غير شي شويه، ما كملش حتى 100 غرام ولا 150 غرام ما كملش. بدا نقطعو طريفات صغيره وغنديرو، وغادي نحرك هنايا نخليه يشرب شويه ديك الزويته، ديك البصله وداك اللحم يشربوا شويه ديك الزويته. نخلي واحد حتى كتدبل بحال هكا شويه كطيح، عاد كنبدا نجيب التوابل. غندير شويه ديال الليزار، وغندير شويه ديال الكمون، هذه شويه ديال الفلفله حاره، يعني فلفل حار يعني الحار، نطحون بودره، ودرت شويه ديال القزبر اليابس، وبطبيعه الحال الملحه. غادي نحرك حتى كيدخلوا شويه هاد العناصر في بعضياتهم. من بعد جبت معلقه ديال القشور ديال الحامض مقطعين رقيقات رقاق صغار، الحامض المصير قطعته رقيق بزاف وخديت معلقه منه ونضيفها حتى هي. وغادي نضيف ايضا شويه ديال الزيتون كحل مقطع دوائر صغيره، او الزيتون الخضر على حسب شنو متوفر عندكم. الزيتون كحل كيجي شويه في المذاق ديالو احسن مع اللحم. اذا بديت كنحرك حتى طاحت هذه المقادير كامله ودبلات وتقريبا طابت، وغادي نطفي عليها وغادي نطرفها حتى نحيدها من العافيه، وغادي نخليها حتى تبرد مزيان باش ما تاثرش ليا على العجينه ديالي، لان نخليها تبرد تماما. من بعد غادي ندوز لديك العجينه اللي قلت لكم. اذا هو واحد القطعه غير صغيره شديتها سرحتها وصففتها في هذا المول هذا الدائري، القطر ديالو 25 سنتيم، وهذا عنده القالب ديالو تحتاني كي متحرك باش تخرج ليا بسهوله. اذا غادي نسرحها نقادها مزيان من جناب، نقطع دوك الجنيبات كاملين. هاد العجين المورق كيطلع كيحمق رائع رائع، راه عندي الوصفه ديالو في، غادي نحطها لكم في رابط الوصف ودخلوا شوفوها. بغيتو ديروا به الحاجه الحلوه او الحاجه المالحه فكيجي ممتاز. اذا غادي ناخد الحشوه وغادي نكبها في هذا القالب هذا ديال العجين. الحشوه كما قلت لكم خليوها تبرد شويه، نسرحها. غادي ندير واحد الطبقة من الجبن، غادي ندير فيها الجبن، يعني ندير فيها يعني الفرماج الاحمر المحكوك، وغادي ندير جبن الشيدار،
وغادي ندير حتى جبن الموتزاريلا. هاد الجبن الموتزاريلا هو اللي كيعطي هو اللي كيعطي داك ليفي ديال الدجاج، يعني فاش كتهزي كتجي كتجبد هذاك لا بغيتو تشريوه بالعبار فكيدير 100 و 120 ريال، يعني 6 دراهم ل 100 غرام. وبغيتو تشريو بحال هكا هاد الباكيه هادي، ما عقلت ما عرفتش بالضبط شحال فيها، مي هي كدير 14 درهم، هي ديال الراعي. انا غنوري لكم مزيان لومبالاج ديالها، حتى هي زوينه بزاف تتعجبني، وغالبا كنشريها هي الراعي موتزاريلا. كنظن فيها 250 غرام، فكدير 14 درهم، لا اكثر من 250 كنظن. هنا خديت داك الشويه اللي بقى لي العجينه ودرتو شرائط غير للتزيين وباش نعطي شكل زوين. وغادي نبدا ندهن بالبيض ونلصق هاد الجنيبات ديال العجين، عوض ما يضيع داك الشيء اللي بقى ديال العجين. قلت نديرو هكا في الجنيبات، منها يعطي شكل ومنها ما يضيعش لينا، جينا بحال إن. وغادي ندهن الفوق ديال هذوك الشرائط، ندهنهم بالصفر ديال البيض، وغادي ندخلها للفران على درجة حرارة 200، وغنخليها تحمر مزيان وتطيب مزيان، وغادي نقدمها بالصحة والراحة. وهاد الوصفة بغيت ندير بيها لا ميزاجور د المحبة بيني وبينكم، ما بغيتش نغمر عليكم بزاف، وان شاء الله يا ربي نحاول نسر بها هادشي ديالي ونرجعوا بوصفات لرمضان ان شاء الله الكريم. نديروا الشهيوات اللي كيتحضروا قبال والشهيوات اللي غادي نحتاجو في رمضان ان شاء الله بحول الله. وتحياتي لكم وكنسلم عليكم، وشكرا بزاف بزاف، والى وصفة مقبلة الا قدرتي، الا ما قدرتش الى بعد الرحيل ان شاء الله.